ضمن باكورة إنتاجية للبرامج المباشرة من فرع شبكة المجد الفضائية في القصيم، انطلق برنامج الشبة محدثاً نقلة نوعية في الضيوف والأفكار والمواضيع. برنامج الشبة عدد من الحلقات الاجتماعية الواقعية التي تتناول موضوعاً حوارياً واحداً أو أكثر في الحلقة الواحدة، حيث باتت فقراته تتنوع وتتجدد في أفكار تقديمها وطرحها. برنامج الشبة الذي يقدمه الأستاذ منصور المنصور والأستاذ عبد الله العبودي شمل في هويته عددا من الجوانب، منها الشبة والتي انطلق من هويتها الجانب الحواري والسوالف الممتعة والمفيدة، وفي جانب آخر هناك مطبخ الشبة والذي يبدع فيه طاه سعودي شاب حاملاً على سبيله إكرام ضيوف البرنامج. ويشتمل البرنامج فقرتان مسجلتان، وهي تقرير الشبة وميديا الشبة والتي تثري موضوع حوار الشبة وأحاديثه الممتعة، إلى جانب فقرة تفاعلية مع جمهور الشبة والمتحلقين على أثيرها، تشمل سؤالاً يتم طرحه عبر تويتر والسحب على 3 جوائز مجموعها يبلغ 3000 ريال. العم أبو محمد قائد شبة حلقاتنا ومعزب البرنامج بات قصة الماضي في قفشاته ومواقفه التي لا تنسى مع كل حلقة جديدة. أقول ما شاء الله تعليقة ليبتون ما شاء الله. أقول تعليقة ليبتون صار ما شاء الله. ما شاء الله. وأما طباخ الشبة فأصبح هو النافذة للجمهور نحو الطبخات الشعبية التي تزخر بها نجد العريقة. يستضيف البرنامج في كل حلقة ضيف رئيسي يحاور معه المقدمين موضوع الشبة الرئيس، وكذلك منشد أو أكثر وإعلامي يقود دفة التفاعل مع الجمهور. كل هذه الأحداث والفقرات والزوايا يجمعها مكان واحد أصبح فيما بعد يعرف بلوكيشن الشبة، وهي قلعة العواد الشعبية في الهلالية بمنطقة القصيم. برنامج الشبة انطلق كل 4 من 9:30 حتى 11:30 ولمدة 11 أسبوعا، من 7 جمادى الأولى وحتى 25 شعبان على قناة المجد العامة وقناة ماسة المجد. برنامج الشبة حظي بتجهيز فني مميز خاص بهذا البرنامج، والذي حوى عددا من التقنيات الحديثة التي يعمل عليها فريق محترف. الجدير بالذكر أن برنامج الشبة يأتي برعاية رسمية من خلطة القصيم للقهوة العربية، وبرعاية مشاركة من شركة العواد للاستثمار العقاري، وبرعاية للمطبخ من مطاعم مراكز المندي. حتى بات برنامج الشبة بحمد الله يكتسح الهاشتاغات ويصل ترند في موقع تويتر، ويحظى بتفاعل مميز من متابعي وجماهير شبكة المجد بمختلف طبقاتهم وأعمارهم، والذين أصبحوا الدافع الحقيقي لطاقم البرنامج نحو مزيد من الإبداع والعطاء. انتهت مسيرة الموسم الأول من برنامج الشبة، نأمل أن تكون المسيرة القادمة مميزة بحق الجمهور المميز. شبتنا غير